وأخيرا اقتربنا من خط النهاية ووصلنا لأهم نومينيشن بالبرنامج. 5 مرشحين للفوز باللقب وخمس مرشحين يكونوا نومينيز. ما بحسد حدا على هالموقف وبترك مهمة نقل الأخبار المزعجة لصوت الضمير. شكرا هيلدا. مساء الخير شباب وصبايا. النور. هيدا آخر مرة بتسمعوا صوتي. يا حبيبي تأكد. لا إحنا معلمين. آخر مرة لهالموسم. ولا ميوزك. في ناس بلا ضمير بيقولوا صوت الضمير شرير وثقيل. انتوا شو رايكم؟ لا طبعا اكيد لا. انا شرير يا احمد؟ لا لا قول. احمد 4 مرات خبرتك انك نوميني. شي الله. وتقبلت الموضوع بروح رياضيه. لا ودي المزيكا بس بسمعك. سنه ودي سنه. انا بحييك يا احمد. سي وبحيي ساره. حبيبي حبيبي ساره اللي اطربت العالم العربي ب 14 برايم. سارة اللي تحدد كل الضغوط. سارة اللي بريء عيونها بيحكي واللي حضورها على المسرح بهز الصخر. سارة صوتها بيخليك تقول آه. سارة اللي عملت كتير حتى تفرح أمها وبلدها. ومعقول أمها ما تفرح؟ معقول سوريا كلها ما تكون عم تفرح بسارة اليوم؟ سارة اللي في بحنجرتها شي بيشبه الألماز. سارة ولا مرة نوميني، مرتين توب وان، تستحق تكوني بالنهائيات بلا ما تكوني نوميني ولا مرة. ألف مبروك يا سارة. يا كتار صاروا يتشبهوا فيك. صار في شباب صغار وكبار بيحملوا صورك، بيلبسوا برانيت مثل ما بتلبس. قالوا انه عندك كاريزما على المسرح. بالفعل عندك كاريزما وموهبة وثقافة فنية وحضور متميز. يا جيلبرت وصلت للنصف النهائي ويمكن توصل لللقب. جيلبرت لبنان فخور فيك، أهلك فخورين فيك. أنا أكيد هلأ أمك عم تبكي قدام التلفزيون، أصحابك مش سيعتهم الدنيا. جيلبرت ممكن تكون حامل اللقب، لقب ستار. الجمهور بحبك لكن لازم يخلصك هالأسبوع لأنك أول نومينة يا جيلبرت. يلا خير ربنا كاتبه. عادي عادي. عادي. أحمد يلا. الفن صوت. والفن مثل ما بيقول الكبير وديع الصافي أخلاق. أحمد عندك الصوت وعندك الأخلاق وعندك الإحساس. أحمد خلال مشوار 14 أسبوع بستار أكاديمي كلنا منشهد أنه ما غلطت بحق حدا. الحمد لله. خلال 14 برايم عطيت الكتير وفيك تعطي أكتر. أحمد مشوارك كان بجنين. أحمد شو حاسس؟ ما أعرف مش حاسس. حاسس المزيكا مرعبة بس يلا اللي كاتبه ربنا خير خير إن شاء الله. أحمد عزت من مصر على بعض خطوات من اللقب. بده نكزة بيطلع النجم بيطلع ستار. أحمد عزت من مصر تاني نوميني لهالأسبوع. أوكي ثالث نوميني أمينة من تونس. نسمة. نعم نسمة اللي بيقولوا الفن العربي تراجع منقول لهم في نسمة. اللي بيقولوا ما عاد في أصوات
بنقول لهم في نسمة. ستار أكاديمي برنامج كبير وكبر بوجود طلاب مثل نسمة. 14 برايم تألق وإبداع، العالم العربي كان ينترك من أسبوع لأسبوع. طاقة، تنوع، خامة صوتية تجمع القوة والحنان والإحساس والمدى. نسمة ولا مرة نوميني، مرتين توب وان، مصر أم الدنيا وراك يا نسمة. أهلك اليوم عم يبكوا من الفرح يا نسمة. نسمة إذا قلت لك أنت بالنهاية بلا ولا مرة نوميني شو بتقولي؟ مبروك نسمة. ما تحكي خلص كيف نوميني. أميمة ليش متشائمة؟ أكيد أميمة بنت تونس، يعيشك يا سمرة تونس. أميمة أمك اللي ما بتشوف فيها اليوم تشوف حالها فيك. أكيد عم بتشوف حالها فيك وتفتخر فيك. ثانك يو. فيها تقول بنت تعبت وصمدت ولاقت، فيها تقول بنتي رفعت راس بلادها. الحمد لله. انت على بعد مسافة من اللقب بس خلتني بموت، واذا ما اخذت اللقب حتما اخذت قلوب المعجبين. مرسي. أميمة مرتين توب وان، أميمة ولا مرة نوميني، أميمة اول مرة نوميني، حضور وطلة وجاذبية وخامة صوتية واحساس. أميمة من تونس ثالث نوميني. أميمة قلبها حاسسها انها نوميني، جمهورها دعمها لاخر لحظة، الاساتذة اختاروا أميمة ثالث نوميني لهالاسبوع. ثانك يو. اذا جيلبرت من لبنان، احمد من مصر، أميمة من تونس اخر نومينيز لهالموسم. مين منهم رح يشارك نسمة وسارة بالنهائيات؟ نعرف الجمعة بالبرايم. بعد ما سمعنا صوت الضمير منشوف ومنسمع كل استيز مين اختار بآخر نومينيشن. نومينينا هالأسبوع بالنسبة لإلي هني أميمة، أحمد، جيلبير. النوميني بالنسبة إلي لهالأسبوع واحد أميمة، اثنين جيلبير، ثلاثة أحمد. بالنسبة لألي سار كاراكلا تسميتها لهالأسبوع أميمة، جيلبرت، أحمد. بالنسبة لألي النوميني لهالأسبوع هني أميمة، جيلبرت، سارة. النوميني عندي هذا الأسبوع هني أميمة، جيلبير، أحمد. تسميتها لهالأسبوع جيلبرت، أحمد، أميمة. مثل الأسبوع الماضي ما حدا من النومينيز يراهن على الدعم الداخلي، لأنه كلمة الجمهور وحدة بتفصل وبتحسم هوية الفاينالستس الثلاثة. عرفنا اثنين وبيبقى الثالث يلي رح يختاروا الجمهور. لحظاته بيبدأ التصويت للنومينيز واللي بتلاقوا فيه مواصفات النجم والقدرة على المنافسة، صوتوا له بكثافة حتى يكمل الجولة الأخيرة. We'll be right back.